موجة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نقلت رويترز عن مصادر عراقية تأكيدها أن فرق المخابرات العراقية حققت خلال مطاردتها الطويلة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي انفراجة في فبراير شباط من العام الماضي، بعد أن قدم لها أحد كبار مساعدي البغدادي معلومات عن كيفية إفلاته من القبض لسنوات عديدة. يأتي ذلك وسط استمرار ردود الفعل الدولية على مقتل البغدادي، حيث رحبت السعودية واليابان وأستراليا بمقتله، وأعرب مسؤولون فيها عن آمالهم في أن يشكل ذلك بداية نهاية داعش. وضمن ردود الفعل أيضا رحبت أفغانستان بمقتل البغدادي، ووصفته بأنه ضربة قوية للإرهاب، من المتوقع أن تضعف فرع التنظيم المتشدد في المنطقة. وقال متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غاني إن مقتل البغدادي يمثل أكبر ضربة لهذه الجماعة وللإرهاب. وكان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، وهو الاسم القديم لمنطقة تشمل أفغانستان الحديثة، قد بايع البغدادي فيما ظهر الفرع الأفغاني أول مرة عام 2014. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن وحدات حماية الشعب الكردي السورية لم تنسحب بعد بالكامل من منطقة الحدود، وأضاف أن تركيا ستناقش في وقت قريب الخطوات المقبلة مع موسكو. كما قال إن وفدا عسكريا روسيا سيصل إلى تركيا لبحث الدوريات المشتركة التي من المقرر أن تبدأ يوم غد. وفي خبر وردنا للتو، هناك حادثة طعن يبدو أو يشتبه فيها في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة من القدس، وتجري الشرطة الإسرائيلية في هذه الأثناء عملية للبحث في حيثيات هذه الحادثة. اعتقلت السلطات التركية 20 أجنبيا للاشتباه بأنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية. وقالت وكالة الأناضول المملوكة للدولة إن السلطات توصلت إلى 20 أجنبيا على صلة بالدولة الإسلامية، ودخلوا تركيا بصورة غير مشروعة، وهم أيضا على صلة بتنفيذ عمليات ضد من يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم. قال صندوق النقد الدولي إن على لبنان تنفيذ إصلاحات بشكل عاجل لإعادة الثقة والاستقرار إلى القطاع الاقتصادي، وذلك بينما وصل المحتجون الضغط على السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد وأقاموا حواجز جديدة على الطرق في مدن مختلفة. وانتشرت قوة الأمن بأعداد أكبر في العاصمة بيروت، بينما ظلت المصارف مغلقة لتاسع يوم عمل بسبب مخاوف أمنية. نحن اكيد ما بدنا نزعج العالم ولا شيء، بس انا لو عندي شغل ما بكون هون، انا هون لانه ما عندي شغل. فليه ما عندي شغل؟ لانه لازم يسقط النظام ليصير عندنا شغل، لنصير نقدر نشتغل ونعيش مثل العالم والناس. وما علي، صرنا داي 12 وكثير تعبانين وكل شيء، وبنفهم العالم بدها ترجع على اشغالها، بس ما فينا نوقف هلا، لانه اذا بنوقف هلا يعني خسرنا هال 11 يوم اللي قضيناهم، بنكون خسرنا. كلنا تعبانين وكلنا بدنا نرجع على بيوتنا وكلنا بدنا نرجع على قالنا، بس ما حنوقف يعني لا يسقط النظام. واذا حدا عنده مشكله معنا هون يحكي مع ميشيل عون، يقول له مسيو بليز نازل ونحن بنفل على بيوتنا. نزل آلاف الطلاب إلى الشارع في مدن عدة في العراق، منها بغداد والبصرة والديوانية والناصرية والنجف، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ الخميس الماضي، احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية. بهذا وصلنا إلى ختام هذا الموجز، في أمان الله وحفظه.